بعيدا عن ذلك، أشرفت السلطات الولائية والمحلية اليوم لولاية جالمة عن الإفراج على الدفعة الأخيرة للأشخاص الذين كانوا يخضعون لفترة الحجر الصحي الاحترازي الذي يبعد إجلاءهم قبل 15 يوما من الحدود التونسية الجزائرية، حيث أعرب العشرات منهم في لقائهم مع قناة النهار عن الظروف الجديدة التي مروا بها أو الجيدة التي مروا بها داخل المركز، وكذا المعاملة الجيدة من قبل القائمين على المركز. التغطية لهشام قاسمي. وعجبني الحال وراني رايح لبلادي. وان شاء الله نولي خطره اخرى. وان شاء الله نولي خطره على اخرى. بلي جينا من بلاد تونس ووصلنا على خير وعافيه، وجماعه الحمام تاع قالما تهلاو فينا وعقبنا كثر الزور، دلونا واستحفظوا بينا، والحمد لله خرجنا عدينا عند الطبيب ما كان حتى حاله. لا لا باس كذا كاين منين ذاك دي بتي ديفيكولتي كذا، يا امي صافا الحمد لله. والواحد كي راهو بصحته راهو كذا مهنه يا الحمد لله. كي جابونا من تونس لهنا حسينا روحنا ارتحنا، يعني كي كنا في تونس وهنا سي با لا ميم شوز، والحمد لله هنا تقاموا بينا من الصغير يعني للكبير، من الديريكتور تاع الكومبلكس حتى الفرم دو ميناج، والماكله كانت من اروع ما يكون الحمد لله يا ربي. وان شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء اللي رانا فيه.